واهلا بيكم في فيديو جديد، ومعاكم نهى من شركه ايفون. والنهارده معادنا مع فتح كراتين حمله 9. الاوردر ده مبدئيا مش اوردر واحد، ده كذا اوردر متجمعين مع بعض، جمعتهم كلهم في الكرتونه دي. وطبعا قبل ما نبتدي الريفيو بتاعنا ونشوف كرتونتنا الحلوه دي فيها ايه، ما تنسوش تعملوا لي لايك وشير وسبسكرايب، ويلا بينا نبتدي الريفيو الجميل بتاعنا. طبعا في بداية كل بروشور، طبعا في بداية كل كرتونة بيبقى معانا البروشور بتاع الحملة اللي بعديها. معانا بروشور حملة 10 ومجلة الأعضاء بتاعت حملة 10، ومعانا الفاتورة. عايز أقول لكم إن هو بروشور حافل حافل بالعروض، يعني كل حملة بتبقى أجمل من الحملة اللي قبلها. وطبعا أكيد هشرح لكم العروض اللي موجودة في البروشور ومجلة الأعضاء، ويلا بينا نشوف معانا إيه ونقول بسم الله. وطبعا أول حاجة طلبتها أول يوم في الشهر هو التلات برفانات دول من اللاين بتاع إيفون كوليكشن، برفانة فيوليتا وروزيتا وليلا. واللي ما شافش الريفيو بتاعهم هسيب لكم اللينك بتاعه في صندوق الوصف تحت، يلا يروح يشوفه بسرعة قبل ما يشتري اي حاجة منهم عشان يسمع رأيي في البرفانات ايه، وبعد كده يقرر اذا كان هيشتري منهم ولا لا. وتكملة للعروض الحلوة اللي معانا، كان معانا برفان ماكسيما، واللي كان يشتري البرفان بتاع ماكسيما يا اما كان ياخد البادي لوشن مجانا يا اما كان ياخد الميني برفان. وانا جبت عرض من دوت وعرض من دوت، جبت عرض معاه الميني برفان وعرض تاني معاه البادي لوشن. ومن العروض اللي كانت تحفة جدا هو عرض الليتل بلاك دريس، وطبعا انا جبت الحجم الميت ملي. برفانة رائعة رائعة الجمال سواء هي ولا ماكسيما، البرفانتين بصراحة بالنسبة لي لا غنى عنهم، بعشقهم عيش السنين. وجبت برضو الميني برفان بتاع ليتل بلاك دريس، لان اولا كان عليهم عرض خصم 60% والعرض دوت ما يتفوتش. تاني حاجة كان اللي ياخدهم يقدر ياخد الحملة اللي جاية التستر بتاع برفانة لاكي مي. ايفون دلعتنا كالعادة ونزلت لنا التستر المرة دي في الحملة دي مع البرفانات، وهو نزل لكل الاعضاء اللي عندي اللي جابوا من ليتل بلاك دريس من العرض بتاع الخصم 60% كلهم نزلت لهم. وانا طبعا ما صبرتش كالعادة وفتحت التستر، اهو التستر بتاع البرفان اهو، انا فتحته وشميته تحفة، يعني كلمة تحفة عليه قليلة. برفانة ايفون لك لاكي مي، ريحتها ريحتها يا جماعة مش 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 يعني ما حصلتش ولا هتحصل، فظيعة 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 فظيعة، مش ممكن مش ممكن، ايه الجمال ده، الله 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 الله. هي شوية فيها من لك الأصلية، ولكن هي شوية فيها ريحة زهور مع الريحة الشجري، وقوية وفواحة، جميلة جميلة جميلة، لازم أجيبها أول ما هتنزل إن شاء الله بإذن الله لازم هجيبها. ومعانا من العروض الحلوة بتاعة البرفانات استكمالا لعروض البرفانات، كان اللي يقدر يختار 3 برفانات من صفحات معينة يقدر ياخدهم بسعر حلو جدا، وهو كان 416 جنيه قبل الخصم. وانا طبعا جبت في العرض دوت البرفانات بتاعة ايفون كوليكشنز، وجبت كمان البرفانات بتاعت اودو بوكي واودو بوكي بلو، جبت 2 من اودو بوكي بناء على ترشيحاتكم ليا، يعني تعليقاتكم فعلا بتفرق معايا، وزي ما انتم بتستفيدوا انا كمان بستفيد من ارائكم وتعليقاتكم. ناس كتير 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 قالت لي يا نهى انت ازاي لغاية دلوقتي ما جربتيش الاودو بوكي وقد ايه هي جميلة وتحفة، عشان كده انا جبت منها بصراحة 2، لاني برضو بثق في اذواقكم زي ما انتوا كده بالظبط بتثقوا في ذوقي. وكان في بنوتة طلبت مني ان انا اعمل لها ريفيو عن اودو بوكي بلو، لان برضو ما فيش حد عامل عنها ريفيو على اليوتيوب، فقلت خلاص هجيب بلو واجيب
2 من بوكيه واعمل لكم باذن الله ريفيو مفصل عنهم زي بقيه الريفيوهات اللي انا بعملها على البرفانات، وكده بامر الله اكون انا استكملت كل المجموعات بتاعه برفانات ايفون اللي يعتبر متاحه حتى الان. وكان معانا طبعا عرض الصبغه، والصبغه دي الدرجه بتاعتها 7.3 ديب جولدن بلوند. طبعا هي لونها حلو جدا جدا جدا، انا اول مره اجرب صبغه ايفون، وبرده شفت لها ريفيوهات كتير حلوه. الناس اللي بتحب الدرجات الفاتحه برده متاحه معانا، والدرجات الغامقه برده متاحه معانا، هعمل لكم ريفيو عنها، ولكن الريفيو بتاعي هيبقى مميز لان انا هقارن بينها وبين الصبغات المتاحه في السوق، وايه اللي يميز صبغه ايفون عن كل الصبغات اللي موجوده. ينتظروا الريفيو، هستخدمها ان شاء الله واعمل لكم احلى ريفيو عنها. وكان معانا طبعا من العروض اللي انا كان نفسي جدا 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 ان انا اجيبها الماسك بتاع العينين بتاع الباندا الكوري، يوتيوبرز كتير شكروا فيه، فعشان كده ده حفزني رغم ان هو سعره عالي، سواء الحملة دي او الحملة اللي جاية ان شاء الله، هو برضو نزل معانا الحملة اللي جاية بنفس السعر، رغم ان هو سعره عالي حبتين مش كتير يعني، هو اصلا نزل سعره عالي، ده غالبا لجودته العالية. انا قررت اجيبه لان انا يعني قلت لا مش هستنى اكتر من كده يعني، لان هو كمان مش بيبقى متاح معانا كل حملة، ولكن هو المرة دي متاح معانا في حملة 9 وكمان متاح في حملة 10، برضو هجربه واقول لكم رأيي فيه، هو فعلا حلو ويستاهل زي ما كل الناس تتكلم عنه، ولا انتوا عارفين ان انا دايما بقول الصراحة ومش بخبي حاجة عنكم ابدا. وكان معانا طبعا الكريم بتاع ازالة الشعر، وانا عملت لكم بالفعل عنه ريفيو وقلت لكم انا رأيي فيه ايه، وده محتويات واهوت للناس اللي ما شافتش الريفيو، واللي ما شافش الريفيو يروح يتفرج على الريفيو بسرعة بسرعة جدا، هسيب لكم اللينك تحت في صندوق الوصف. من اجمل كريمات ازالة الشعر اللي استخدمتها في حياتي، عشان كده انا طلبت منه واحد الحملة دي، ويا جماعة ما بينزلش كل حملة، اخر مرة نزل كان في حملة 1، وبعد كده نزل معنا دلوقتي في حملة 9، يعني شوفوا قد ايه كان حملة قعد مختفي، فاللي عايز ويلحقه لانه قرب يخلص من الشركة، ده ما كانش خلص يعني. وكان معانا عرض اسمه عرض النجوم، والعرض دوت كان ان انت تختاري منتج من كل صفحة فيها نجمة في البروشور عشان تقدري تاخدي هدية جميلة جدا ومميزة. وكان اول منتج معانا من عرض النجوم كان الشاور جيل دوت، ريحته هادية ورقيقة، انا بصراحة مرضتش اجيب التاني بتاع الاملاح البحرية لانه كان مكتوب عليه ان هو للرجال والنساء معا، فانا بصراحة خفت تكون ريحته جميلة جميلة جميلة، بس هادية جدا هادية جدا. وهو لاين جديد اسمه بيور، وهو 100% ناتشرال، انصح بيه جدا وبشدة الناس اللي بتحب الشاور جيل اللي يكون ريحته هادية ويساعد جدا على الاسترخاء، انا شايفة ان هو مناسب جدا كمان لدش قبل النوم، هيبقى حاجة رائعة الجمال. وده من اللاين بتاع ايفون سينسز، ومكتوب عليه فريشنس كوليكشن، يعني من مجموعة الانتعاش، انا شايفاه ان هو هدوء اكتر من انتعاش كمان، يعني هو ريحته منعشة وكمان هدوء وصفاء، يعني ريحته اصلا بتساعد على الصفاء الذهني كده، تشميه تحس ان انت اعصابك هديت وبالك راق، يعني حاجة بصراحة تحفة، يستاهل التجربة جربوه. وكان معانا تاني عرض من عرض النجوم، كان معانا الماسكارا الجميلة دي اللي بزيت الخروع والكرياتين، الماسكارا بتكثف وتطول الرموش، وكان معانا في العرض يا اما نختار الماسكارا والايلاينر يا اما نختار الماسكارا وقلم الحواجب، انا اخترت الايلاينر لاني بصراحة محتاجاه، وكان نفسي جدا اجرب الايلاينر دوت من اللاين بتاع ايفون ترو. ده شكل الماسكارا من جوه، الماسكارا دي بزيت الخروع والكرياتين، وبتتميز ان هي بتكثف وتطول الرموش، شكلها جميل جدا من جوه. وده شكل اللاينر من اللاين بتاع ايفون ترو، شكل قلم الايلاينر جميل جدا وانسيابي، وهوريكو السن بتاعه من جوه قد ايه رفيع وجميل، هنختبر برضو
ثباته وبيقعد قد ايه، بس الباكجينج بتاعته شيك قوي 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 قوي. وكان معانا من العروض الحلوة اللي انا مقدرش افوتها الشامبو دوت والبلسم من ايفون ناتشرال، الشامبو والكونديشنر بصراحة ريحتهم جميلة جدا 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 وعرايسي قوي. هما 250 ملي بس بجد يستاهلوا ان هما يتجابوا. وبرضو دول ما كانوش بينزلوا بقالهم فترة طويلة، فعشان كده لما نزلوا انا جبتهم على طول. واستكمالا للشامبوهات برضو كان معنا الشامبو دوت من ايفون ناتشرال اللي هو بالصبار والمكاديميا. الشامبو ده من اروع الشامبوهات اللي انا استخدمتها من اللاين بتاع ايفون ناتشرال، سواء هو ولا اللي بالمشمش وزبدة الشيا. عموما الشامبوهات اللي هي بتبقى اتنين في واحد، شامبو وبلسم، بيبقوا تحفة تحفة تحفة، وريحتهم بتثبت في الشعر. يعني انا باخد الشاور واخرج بتبقى ريحتهم جميلة. انا يعني بطلت احط حمام كريم بسبب جمال روايحهم بصراحة، سواء اللي بالالوفيرا والمكاديميا او سواء التاني اللي بالمشمش والزبدة الشيا، الاتنين رائعين. وطبعا كان عندنا الكريم بتاع الليل والنهار من ايجلس. كريم النهار فيه SPF 30 من اللاين بتاع ايفون ترو، وكريم الليل هو مش كريم، هو اوفر نايت جيل، هو الجيل. وطبعا دول بتوعي، انا هجربهم ان شاء الله واعمل عنهم ريفيو باذن الله قريب جدا. ومن الحاجات اللي الناس ما بتقرب لهاش معرفش ليه، الماسك الليلي بتاع نيو كلينيك. الماسك دوت بالهايلورونيك اسيد، معرفش ليه الناس متجنباه كده في الكتالوج وما بلاقيش حد بيشتريه كتير، فانا قررت بصراحة ان انا اجيبه برضو واستخدمه. باذن الله هعمل لكم عنه ريفيو. الحاجات بتاعة انيو تحت الاختبار، انا بختبرها عشان اقدر اشوف نتيجتها هتكون عاملة ايه على بشرتي، عشان لما اكلمكم بقلب جامد واكون يعني اديتها حقها في التجربة، عشان اتكلم عن صدق وصراحة زي ما انا معودة. كان معانا تكملة لعرض النجوم النجمة الثالثة، وهي كانت من الصفحة نقدر نختار ميني بارفان او نختار سبراي للجسم من بارفانات معينة. فانا اخترت طبعا فار واي ريبل، انتوا عارفين انا قد ايه بحبها جدا، خصوصا ان انا عارفة ان الهدية كانت هتبقى فار واي الاصلية. انا كنت هجيب اصلا فار واي الاصلية، فلما عرفت ان الهدية فيها فار واي الاصلية قلت لا اجيب فار واي ريبل، يبقى عندي كده مجموعة متنوعة من الميني بيرفيومز عشان اقدر ابدل فيهم زي ما انا عايزة. وكان رابع نجمة معانا وهي الروج بتاع ايفون كالر ترند، والروج ده انا كنت مجربة منه قبل كده درجة اسمها وايلد بيري، وكنت عاملة لكم عنها ريفيو. انا كنت محتاجة حاجة من البنيات بصراحة، فعشان كده جبت الدرجة اللي اسمها سك براون، هو بني كده شوية مدي على محمر حاجة بسيطة. برضو هجربه معاكم ان شاء الله. رأيي في الروج انا هسيبه لكم في صندوق الوصف تحت الريفيو اللي انا كنت بتكلم فيه عن الروج بتاع ايفون كالر ترند. لما اخترنا الاربع نجمات خدنا ميني بارفان بتاع الفراوي الاصلية، والمسكرة التحفة جدا دي من سوبر شوك، بتكثف الرموش بشكل رائع بشكل رائع بجد، من اجمل مسكرات ايفون، رغم ان هي سعرها مش عالي زي بقية المسكرات، بس مسكرة رائعة رائعة رائعة. وطبعا فاراوي الاصلية دي يعني انتوا عارفين رأيي فيها ايه، الناس اللي متابعيني والناس اللي مش متابعيني، انا مسميها المجرمة، لان انا بعشقها بعشقها وتستحق ان هي تبقى فعلا نمبر ون في ايفون، لان هي برفانة يعني مهما ايفون عملت مش هتعمل في جمالها، يعني برفانة رهيبة رهيبة. العش 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 العش. ونكمل بقية المنتجات اللي معانا. كان معانا طبعا السيروم بتاع زيت الارجان، وكان نزل عليه عرض في الصفحة الاخيرة في البروشور اللي هو العرض التي لا يصدق دوت. دايما العرض دوت بيبقى فعلا لا يصدق، بيبقى تحفة وسعره تحفة، ما تفوتوش ده لو هو لسه موجود في الشركة لغاية دلوقتي. رائع 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 من هنا لاخر العمر. يعني ده شكله من جوه للناس اللي مش عارفة شكله ايه. هي ازازة صغنونة بس جميلة، يعني الازازة صغنونة بس جميلة، وبيقعد حبة حلوين ونقدر نستخدمه على الشعر ناشف
او مبلول بيغذي الشعر جدا وبينعمه تحفه. يعني انتوا عارفين فوائد زيت الارجان ايه. وطبعا كان معانا في مجله الاعضاء كان عرض على الشاور ده وهو 500 مللي برضو من ايفن سينسز مكتوب عليه ويز لاف بيوتيفول ميموريز. بس دوت مش شاور جل, ده شاور كريم, وهعمل لكم باذن الله ريفيو قريب عن الفرق بين الشاور جل والشاور كريم والبابل باس, وهقول لكم الحاجات اللي انا استخدمتها ايه احلى حاجه فيهم وايه الحاجات المفضله لقلبي بالنسبه لدوت. ريحته جميله جميله, هو فلوري شويه, هو مكتوب عليه ان هو بالبوني والماجنوليا تحفة, و 500 ملي, وكان سعره وهمي, كان سعره وهمي. بس دي كانت من الصفحات اللي مكتوب عليها ان احنا لازم نعمل اوردر ب 400 جنيه من البروشور عشان نقدر نشتري منها. وطبعا ايفون عملت لنا الحملة دي حاجة مميزة جدا وجميلة, وهي كارت التسترات دوت كان اللي يطلب اوردر ب 400 جنيه او اكتر ينزل له الكارت دوت, وحاجة جميلة جدا. وطبعا اي حد هيطلب مني اوردر هحط له التستر بتاع البارفان اللي هو عايزها, وعاملين تشكيلة ما بين البارفانات الحريمي وكمان الرجالي. انا مش هجرب اي حاجة من الحاجات دي, انا طبعا البارفانات الحريمي انا عارفة ريحتها, والبارفانات الرجالي ريحتها اصلا زهره في الكارت, بس انا مش هفرك الكارت عشان اي حد هيطلب مني اوردر ان شاء الله الحمله دي هبعت له التستر للبرفانات اللي هو حبيبها. وانا الكارت ده عندي منه كذا كارت تانيين في الاوردرات اللي انا عملتها واللي انا جمعتها لكم كلها في كرتونه واحده. وطبعا بعد ما خلصنا الحاجات الحلوة الجميلة دي كان لازم ناخد تحفيز من ايفون, واحنا الشهر دوت كان عندنا تحفيز اول 10 ايام وخلص, ونزل لنا تحفيز تاني 10 ايام شغالين في الحملة, وهو كان اللي يعمل اوردر بألف وربعمية جنيه ياخد ايه بقى, ياخد البرفانة الحلوة دي بتاعت انكاندي سون اللاست اديشن بتاعها الشكل الجديد بتاعها, وياخد الشامبو بتاع الافوكاتو والالموند اللي هو 700 ملي, وياخد ايه بقى, ياخد حبة حاجات كده حلوين. عندنا التلات تسترات دول من الروج, عندنا درجة ايفر داي ريد, وعندنا الدرجة بتاعت تراستد ريد, وبرضو دول قريبين قوي من بعض. يمكن تراستد ريد افتح شوية, افتح سنة من ايفر داي ريد. وكان عندنا الدرجة بتاعت لاش كوكو, وهي درجة شوية مدية على برضو براون محمر كده, براون فاتح. وكان معانا 2 تيسترز البرفانات من اجمل برفانات ايفون, كانت برفانة تومورو وبرفانة ويش اوف لوف, يعني ايه الدلع ده. انا اصلا كان نفسي جدا في الروج بتاع تراستد ريد ده, كان نفسي في الدرجة دي جدا بصراحة, فانا لما لقيتها نازلة في التحفيز انا كنت هجيبها من العروض الداخلية اللي نازلة لينا احنا كاعضاء. ودي من المميزات الحلوة للعضوية في ايفون, العروض الداخلية دي بتبقى عروض وهمية, ولكن لما لقيت ايفون بصراحة منزلها لي في التحفيز قلت لا هجربها بقى الاول, هجرب التستر بتاعها الاول, وبعد كده لو عجبني ان شاء الله هجيب الروج الكبير منه. هنجربهم مع الدرجة بتاعت الكلاسيك براون ان شاء الله في فيديو قريب عشان اوريكم الدرجات بتاعتهم ايه, عشان مطولش عليكم في الفيديو اكتر من كده. طبعا اللي عايز اي حاجة من الكرتونة اللي معانا دي يكلمني على الرقم اللي موجود اعلى الشاشة, يخش على الجروب بتاعي ايفون ايكونيك اوف بيوتي, هيلاقي اللينك بتاعه في صندوق الوصف تحت. ما تنسوش تعملوا لي لايك وشير وسبسكرايب, واللي محتاج العضوية برضو يكلمني على الرقم اللي موجود اعلى الشاشة. عضوية ايفون كلها عروض وخصومات ومزايا وتحفيزات وهدايا وحاجات حلوة كتير هتعرفيها لما تكلميني على رقم الواتساب باذن الله. اشوفكم في ريفيوهات حلوة كتير وفيديوهات احلى على خير. باي باي.